بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا الاغتسال لدخول مكة غير الاغتسال الأول للإحرام. الاغتسال الأول للإحرام هذا مستحب لكل من أراد أن يحرم، سواء كان ذكر أو أنثى، حتى الحائض والنفساء. يجوز للحائض أن تحرم وهي حائض، والنفس تحرم وهي حائض، ولكنها وتفعل الحائض والنفس جميع المناسك ما عدا الطواف بالبيت. وهذا اغتسال آخر لدخول مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج في اليوم 25 من القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من الحج، بات تلك الليلة بذي طوى وهو الزاهر، معروف عن الزاهر، ثم اغتسل ثم دخل مكة. هذا اغتسال مستحب، ولكن الآن المواصلات السريعة الآن ما يمضي مدة بين الاغتسال الأول والاغتسال الثاني. نعم. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم، هذا الذكر يقال دخول جمع المساجد، المسجد الحرام يقال في هذا الذكر كغيره من المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد. نعم، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم، يذكر الفقهاء اللهم أنت السلام حينا ربنا بالسلام، لكن هذه الأدعية فيها ضعف. نعم، فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. نعم، المتمتع والمعتمر يلبي من حين يحرم، وكذلك القارئ، كل من أحرم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. إذا كان متمتعا أو معتمرا عمره مستقلة يلبي، وإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل بدء الطواف. أما القارئ ومفرد فإنه يستمر في التلبية، وإذا قال العلماء لا بأس بالتلبية سرا في الطواف، هذا بالنسبة للمفرد والقارن، لأنه باقي على إحرامه إلى يوم العيد. أما المتمتع والمعتمر عمره مستقل له، هذا يقطع التلبية عند بدئه في الطواف أو قبل بدئه في الطواف. نعم، فإذا وصل الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. نعم، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك. نعم، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. نعم، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. نعم، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به. نعم، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. نعم، هذا من البدء من الطواف يبدأ بالتكبير، يبدأ باستلام الحجر، واستلام الحجر أو البدء فيه سنن. السنة الأولى أن يستلم الحجر بيده اليمنى، يعني يمسح بيده اليمنى ويقبله بشفتيه ويقول: بسم الله والله أكبر. فإن شق عليه ذلك استلمه بيده وقبل يده،
فإن شق استلمه بعصا وقبل عصا. السنة الثالثة. السنة الرابعة إذا شق يشير له بيده ويكبر. أربعة كلها مستحبة. وهذه كلها يعني هذه الأحوال وهذه الأعمال الحالات كلها مستحبة ليست واجبة لو تركها لا شيء عليه. يعني استلام وتقبيل، يعني استلام مسح بيده اليمنى وتقبيل بشفتيه ويقول بسم الله والله أكبر ويقول الله أكبر، هذه السنة الأولى. السنة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. السنة الثالثة أن يستلمه بعصا ويقبل العصا. السنة الرابعة أن يشير إليه بيده ويكبر ويجعل البيت عن يساره. نعم. قال فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به. نعم ما يقبل يده إذا كان بعيد ما يقبل. نعم. قال رحمه الله ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم هذا قول هذا هو اللي قرر جمهور العلماء على أنه يتوضأ وضوء أهل الصلاة على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال خذوا عني مناسككم، توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم، ولحديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة إلا أنك تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا تكلم بالخير، لكن الحديث وإن كان فيه مقال لكن يعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طاف عن طهارة. نعم. قال لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام. نعم. ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. نعم. وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم روي هذا عن النبي بعضهم تكلم فيه. نعم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة. نعم أول ما يقدم مكة يطوف سبعة أشواط، لا بد أن يطوف سبعة من الحجر الحجر، هذه تعتبر شوط، من الحجر الحجر شوط سبعة أشواط، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول. يرمل الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذه السنة الأولى في طواف أول طواف يقدم بمكة، سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا أو معتمرا يستحب في حقه سنتان. السنة الأولى الرمل وهي الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الثلاث الأشواط الأول فقط، والأربعة التي بعدها يمشي. الثاني الاطباع، الثانية السنة الثانية الاطباع، وهو كشف الكتف الأيمن بأن يجعل وسط رجائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والاطباع في الأشواط السبعة كلها، هاتان سنتان. وبعض الحجاج تجده يطبع في جميع مناسك الحج، تجده مطبع في ميناء وفي عرفات وفي مزدلفة وفي رب الجبار، هذا غير مشروع. السنة في الطواف الأول فقط. نعم. قال وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي. نعم. في الأربعة الباقية. نعم يمشي بدون رمل. نعم. يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. نعم يعني الشوط هو يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر. نعم. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. نعم ولو ابتدى الطواف قبل الحجر يعني يعتبر من الحجر لا بد يختم بالحجر. نعم. ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره. نعم. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين. هذا الطواف له شروط، من شروطه عند جمهور العلماء الطهارة، ومن شروطه النية، ينوي أن هذا طواف، يعني أنه يطوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ينوي أن هذا طواف العمرة وطواف
أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. الشرط الثالث أن يجعل البيت عن يساره، وإذا كان في بعض الأشواط جعل ظهره إلى الكعبة أو صدره الكعبة فيعيد هذا الجزء حتى يجعل بيته عن يساره، يجعل بيته عن يساره. ولا بد أن يستوعب الأشواط السبعة، فإن لم يستوعبها فإنه لو نقص شيء يسير من شوط فلا يصح. ولو دخل في بعض الأشواط بين الحجر والكعبة ما صح، لا بد يطوف وراء الحجر، من وراء الحجر، لأن جزء من الحجر من البيت ستة أذرع ونصف، أخرجته قريش لأن قصرت فيها النفقة، لأنهم أرادوا أن يبنوا الكعبة بمال حلال فلم يجدوا ما يكفي من المال الحلال، فأخرجوا بعض الكعبة، أخرج جزء منها وهو الحجر، هذا الحجر. ولا يطوف على الشاذروان وهو الأساس الكعبة، الأساس الكعبة التي جعل أساس لها، بل يكون رجليه تحت، ما يكون على الشاذروان وهي التي تكون يعني، وإن كان لا يستطيع أن يطوف على الشاذروان وهي اللبنات التي فوق الأساس فوق الكعبة، هذا لا يستطيع يعني الصوت يطوف عليه إلا لو كان واحد بجواره يمسك بيده. نعم، فلا بد يكون أسفل، ولا بد أن يستوعب الأشواط كلها. هذه شروط النية والطهارة، استيعاب الأشواط، لا بد يكون وراء الحجر، ولا يطوف على الشذروان. وأما ما عدا ذلك فهو مستحب، الإذكار والتكبير والاستلام كل هذا مستحبات. نعم، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، إذا شك طاف ستة أو سبعة يجعلها ستة، أربعة أو ثلاثة يجعلها ثلاثة، يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غلب الظن. نعم، قال وهو الأقل. نعم، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة. نعم، وكذا يفعل في السعي. نعم، إذا شك يبني على اليقين وهو الأقل. نعم، إذا كان شك ليس في غلب الظن. نعم، وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره. نعم، قبل أن يصلي ركعتي الطواف. نعم، إذا انتهى من الطواف يسوي رداءه ويجعله على كتفيه، بخلاف ما يفعل كثير من المحرمين يبقون على الطباع كشف الكتف الأيمن مدة إحرامهم، وهذا غلط، إنما الطباع في هذا الشرط الأول. نعم، في هذا الطواف الأول. نعم، قال رحمه الله: مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة. نعم، ثانيا عدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال. نعم، لأنهن عورة وفتنة. نعم، لا يجوز المرأة أن تتطيب ولا يجوز أن تكشف شيء بجسدها، المرأة كل جسدها يديها ورجليها كلها بتسترها بقفازين أو بثيابها، وجهها كذلك، لكن لا تستر وجهها إذا كانت محرمة بالمخيط وهو البرقع والنقاب، وإن تستره بالخمار، كذلك اليدين لا تسترهما بالشراب بالقفازين، ولا تسترهما بثيابها أو بعباءتها. نعم، ولا يجوز لها إظهار الزينة، وهذا لأن هذا يسبب الفتنة. نعم، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. نعم، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. نعم، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال. نعم، بل يطفن من ورائهم. نعم، هذا الأصل أن النساء تطفن من وراء الرجال، يكون لها الكعبة الرجال والنساء من الوراء. نعم،
وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. نعم. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف. نعم، الرمل والاطباع سنتان في هذا الطواف خاصة، في الطواف الأول أول طواف يقدم بمكة سواء لحج أو لعمرة. طواف التطوع ما في رمل، طواف الإفاضة ما في رمل ولا اطباع، طواف الوداع كذلك. نعم. قال ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي. نعم، السعي كذلك ما في رمل إلا بين العالمين، هذا يسعى سعي المجهود، هذه سنة في السعي بين العالمين، بين العالمين في بطن الوادي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي المجهود. نعم، حتى إنه يدور به إزاره. نعم. ولا للنساء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة. نعم، لأن المرأة لا ليس لها أن تكشف من جسدها، ما لها اطباع ولا رمل أيضا ولا سعي ولا تسرع أيضا في السعي بين العالمين، ولا تصعد الصفا ولا تصعد المرأة لأنها عورة. نعم. ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه. ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث. نعم. خاضعا لربه متواضعا له. نعم. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. نعم، ليس هناك شيء خاص في الأذكار والأدعية في الطواف، يسبح ويهلل يذكر الله يدعو ما تيسر، إلا أن يقول بين الركن الأيمن والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا قال في ابتداء الشوط اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وبيعتك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن. نعم. وما عدا ذلك يأتي بما تيسر له من الأذكار، من الأذكار أو تلاوة القرآن. نعم. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. نعم، أما ما يكتفي بعض الناس دعاء الشطر الأول، دعاء الشطر الثاني، دعاء الشطر الثالث، دعاء الرابع، فهذا لا أصل له، تخصيص دعاء لكل شيء لا أصل له. نعم. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. نعم. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته. نعم، الركن اليماني يستلم استلامه، يعني مسح بيد اليمنى، وإذا مسح بيد اليمنى كبر الله أكبر، وإذا لم يتيسر له يمشي ولا يكبر ولا يشير إليه. نعم، هذا هو الصواب في هذا المسألة. نعم. لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. اللهم صل وسلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. نعم، يشير بيده وهو ماشي، ما يقف كذا، يشير بيده ويكبر. نعم. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام. نعم. ولا سيما عند الزحام. نعم. والمسجد كله محل للطواف. نعم. والآن جاء توسعة المطاف، يطوف الآن في توسعة، يطوف بالصحن ويطوف بالتوسعة، والأدوار كلها محل للطواف. نعم. ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك. نعم. ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. نعم. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك. نعم. وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. نعم، ركعتان ركعتان الطواف
الأفضل خلف المقام تيسر، وإلا تيسر صلى في أي مكان. نعم. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. هذا هو الأفضل. نعم. وإن قرأ غيرهما فلا حرج. قيل الحكمة لذلك أن يقرأ سورة الإخلاص، إخلاص العبادة لله وإخلاص صفة الله، ليشعر نفسه ويشعر غيره بأنه إنما يطوف بالبيت امتثال لأمر الله، ولا يعبد البيت وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. نعم. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. يعني بعد الطواف وبعد صلاة ركعتين إن تيسر له استلام الحجر قبل السعي فعل، وإن لم تيسر تركه وذهب إلى الصفا. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر. نعم. ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. نعم. هذا في الشوط الأول فقط، في الشوط الأول يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات. نعم. أول ما بدأ يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. هذا وهو واقف على الصفا قبل البدء، وهذا مستحب، الوقوف على الصفا مستحب، وهذا الذكر مستحب. لو بدأ الطواف من أصل من تحت من أصل بعد نهاية الجبل، هنا يبدأ الشوط إلى المروة قبل الصعود، أما الصعود هذا مستحب، صعود المروة صعوده، وكذلك الدعاء استقبال القبلة مستحب، وكذلك الذكر كبث يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد التهليل والتكبير والدعاء ثم يعيد 3 مرات، هذا مستحب، وإن ترك فلا حرج، ثم ينزل ويسعى، وإذا صعد المروة فعل كذلك، هلل وكبر ودعا 3 مرات ثم ينزل وهكذا، وهذا مستحب. نعم. ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. الآن بين العلمين كله متصل أخضر، لما الخضراء الكهرباء الأخضر. نعم. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها. نعم. عورة. نعم. المرأة تمشي مشيا عاديا، كما أنه لا يشرع لها صعود الصفا ولا صعود المروة. نعم. ولا الرمل في الطواف. نعم. وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. نعم. ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط. نعم. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا. نعم. يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط. نعم. من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة. إذا ختمت المروة فعلم أن سعك صحيح، وإذا ختمت بالصفا فعلم أنك إما زدت شوط أو نقصت شوط. البدء يكون بالصفا والختم يكون بالمروة، فإذا ختمت بالصفا فعلم أنك إما زدت شوطا وإما نقصت شوطا، لا بد تختم بالمروة.
السابع يكون المروة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم، ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. نعم، يستحب. ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر. نعم، يعني في السعي ذكر ودعاء، ما في شيء مخصوص، ليس هناك شيء مخصوص. نعم، وأن أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا مستحب. ولو طاف على غير سعى على غير طهارة صح السعي، وإنما طهارة مستحبة في السعي، أما الطواف هي واجبة أو شرط عند جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء يعني لا يرى أنها واجبة أو يرى أنها أو أنها تجبر بدم. نعم، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. نعم، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك. نعم، المرأة إذا طافت طاهرة صح الطواف، ولو نزل عليها الدم وهي تسعى صح، وإذا نزل عليها الدم في الطواف بطل الطواف، على أن تخرج وتجلس في بيتها، فإذا طهرت اغتسلت وعادت الطواف. أما السعي فيصح ولو مع العادة. نعم، لأنه لا تشترط له الطهارة. قال رحمه الله لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم. نعم، فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل. نعم، إذا كمل السعي فإنه الذكر يحلق رأسه بالموس أو يقصر من جميع الجهات بالمقص، لا من شعرة بعيدها بس من جميع الجهات، يعم الجهات من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن الحلق أفضل لأنه أبلغ في الامتثال. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدا، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال رسول الله قال والمقصرين مرة رابعة، فدل على أن الحلق أفضل. أما المرأة فلا تقصر، ليس عليها حلق، تقصر من كل ظفيرة قدر رأس الأصبع قدر عنبلة. نعم، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، إذا كان الحج قريب فالأفضل للعمرة تقصير حتى يكون الحلق الأفضل، وإن كان الحج بعيد يعني في أول شوال أو كذا أو في شوال بقي أكثر من شهر لا بأس أن يحلق في العمرة ويحلق في الحج. نعم، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل. نعم، ليحلق بقية رأسه في الحج. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. نعم، لأن الحج قريب. نعم، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي. قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، كما أن الحلق يعم فكذلك التقصير يعم، ولكن لا يلزم من كل شعرة بعينها بل يعمم الجهات. نعم، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير. نعم، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. نعم، الأمرة هي رأس الأصبع، تأخذ من كل ضفيرة، إذا كان تجعل عمائل الضفائر من كل ضفيرة قدر أنملة، وإن كان الشعر ليس بضفائر تجمع الشعر بيديها وتأخذ من أطرافه قدر رأس الأصبع. نعم، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. نعم، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله. نعم، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله. نعم، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. نعم، يعني إذا فعل ما ذكر تحلل من العمرة وصار له كل شيء حلال، يلبس ثيابه ويتطيب ويقص أظافره وشاربه
تحله زوجته إلا إذا كان ساق الهدي من بلده فإنه يبقى على إحرامه حتى يذبح هديه. سبق أن سوق الهدي سنة مهجورة عند الكثير، وهي أن يأتي بإبل أو بقر أو غنم واحدة أو أكثر يسوقها من بلده أو من الطريق يشتريها ويذبحها في مكة، هذا يسمى سوق الهدي. وإذا ساق الهدي، قد يوجد بعض الناس يسوق الهدي في السيارة، يسوق يأتي بالسيارة بغنم أو بقر أو إبل أو بعير، فهذا إذا ساق الهدي معه لا يتحلل، يبقى على إحرام إلى يوم العيد حتى يذبح الهدي الذي ساقه. نعم. أما إذا لم يكن معه هدي فإنه يتحلل. نعم. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة. نعم. ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. نعم. المفرد والقارن كذلك، اللي أحرم بالحج مفرد أو قارنا يستحب له أن يفسخ النية ويجعلها عمرة، يفسخ نية الإفراد أو نية القران ويجعلها عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل حتى ولو بعد الطواف، ما لم يسق الهدي أو يعني أو لا يعني ما لم يسق الهدي، إذا سق الهدي فإنه لا يستطيع أن يتحلل. إذا ساق الهدي فلا يستطيع أن يتحلل، وكذلك إذا خرج إلى ملبى بالعمرة بالحج أو وقف بعرفة في هذه الحالة، ما إذا وقف بعرفة أو لبى أو ساق الهدي فلا يستطيع أن يفسخ النية. نعم. أما إذا كان الوقت قريب فإنه يبقى مفردا، إذا جاء متأخر في المعرفة في هذه الحالة يبقى مفردا أو قارنا، لأن الوقت قريب، لو فسخ نية جعل عمرة قد يفوت الوقوف بعرفة. نعم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. نعم. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. نعم. المرأة إذا جاءت العادة فإنها تبقى في مكانها في مسكنها ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، ويجوز لها أن تحرم وهي عليها العادة، لا بأس أن تحرم وهي عليها العادة، حائض نفساء، كما أحرمت أسماء بنت عميس وقد ولدت محمد بن بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عائشة حاضت وأدخل الحج على العمرة فلا بأس، لكن لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت، فإن جاء اليوم الثامن للحجة وهي على حالها لم تطهر لبت بالحج وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، تذهب إلى منى مع الناس وتقف بعرفة وتقف مزدلفة وترمي الجمار وتفعل جميع المناسك وتقصر من شعرها وتذبح حدها إلا الطواف بالبيت، فلا تطوف حتى تطهر، إذا طهرت يوم العيد أو بعده طافت طوافا واحدا سبعة أشواط ويكفيها لحجها وعمرتها لأنها قارنة. نعم. وسعت بين الصفا والمروة سعيا واحدا. نعم. لحجها وعمرتها. نعم. قال: وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. نعم. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. نعم، لأن الحاج يتحلل له تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وتقصيره والطواف مع السعي من الأيسر. إذا فعل اثنين حل التحلل الأول، رمى وحلق، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق، أو طاف ورمى، تحل التحلل الأول. وإذا فعل الثلاثة حل التحلل الثاني، رمى وحلق وطاف وسعى إذا كان أيسر، حل التحلل. التحلل الأول يحل له كل شيء إلا الزوج المرأة، وإلا الزوجة بالرجل، يعني يحل لبس المخيط والطيب وتقليم الأظفار. وإذا حل التحلل الثاني حل للرجل زوجته وحلت الزوجة لزوجها. إذا فعل الثلاثة الأربعة أو الثلاثة، رمى ثم حلق ثم طاف وسعى، حلت التحلل الثاني ولو بقي عليه من أيام منى يوم الحادي يعني. ولو كان بقي على يوم الحادي عشر المبيت والرمي، والثاني عشر المبيت والرمي، والثالث عشر المبيت والرمي لمن تعجل لمن تأخر. نعم. قال: فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم. نعم، يوم التروية هو أول أيام الحج، يبدأ الحج من يوم التروية، هو اليوم الثامن للحجة. اليوم الثامن للحجة يبدأ الحج، فمن كان في مكة متحلل من عمرة يستحب له أن يغتسل من جديد، يغتسل للحج ويتوضأ ويحرم، يلبس إزار ورداء الرجل والمرأة تحرم، ويلبي إذا ركب السيارة يلبي بالحج، ويذهب إلى منى قبل الظهر أو بعده سواء كان رجل أو امرأة. وكذلك أهل مكة يغتسلون ويلبون من بيوتهم ويذهبون إلى منى ويصلون فيها في اليوم الثامن خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو الأفضل، وهذا سنة وليس بواجب. ولو تركها الحاج وذهب إلى عرفات لا حرج، لكن ترك السنة والأفضل. في اليوم التاسع إذا طلعت الشمس يدفع الحاج إلى منى، إلى عرفة، يدفع الحاج إلى عرفة. نعم. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب. نعم، بعض الفقهاء من أحب وغيرهم يقول الأفضل إذا أراد أن يحرم بالحج يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم المسجد الحرام، وقال بعضهم يحرم من تحت الميزاب، تحت الكعبة، الميزاب اللي يصب فيه الماء، يصب الماء المطر. هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. الصواب أنه يحرم من مسكنه، من بيته الذي هو ساكن فيه، مسكنه من الشقة، من الفندق، من البيت الذي ساكن فيه، وعلى مكة. أما القول بأنه يحرم من يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم منها أو من تحت الكعبة، هذا يشكل زحام. إذا كان الحجاج مليونين كيف متى يفرون؟ هذا وليس عليه دليل. نعم، وإنما الصواب أنه يحرم من مكانه، من بيته، من مسكنه. نعم، وأهل مكة من مكة، ومن قدم يكون أحرم، يكون يغتسل من الميقات إذا كان في السيارة، فإن كان في الطائرة إذا حل الميقات يكون اغتساله قبل أن يركب الطائرة. نعم.
وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. يعني لا يشرع طوف الوداع للعمرة قبل أن يخرج إلى منى، الوداع للحج. نعم. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. نعم، كما سبق، إذا أراد الحرم يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس إزار ورداء، والمرأة تلبس ما شاءت، ثم ينوي بقلبه الدخول في الحج ويلبي بالحج ويقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك، ثم يذهب إلى منى مع الناس. هذا في اليوم الثامن، نقف على هذا. نعم. يقول السائل: إذا اعتمرت في ذو القعدة وأنا مقيم في مكة فهل علي شيء؟ نعم، إذا اعتمرت في ذو القعدة أو في شوال ثم حجت من عامك فأنت متمتع، لأن عمرة وقعت في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، تكون متمتع، عليك دم شاة تذبحها لأنك جمعت في سفرة واحدة بين النسكين. إلا إذا سافرت بعد العمرة إلى بلدك ثم أنشأت سفر للحج من بيتك من بلدك يسقط الدم هنا، في أصح أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنه إذا سافر أي سفر تقصر فيه الصلاة يسقط الدم، إذا سفر المدينة وسفر إلى الطائف، أما جدة فلا يعتبر سفر. وبعض العلماء كما ابن عباس يرى أنه لا يزال متمتع حتى ولو سفر إلى بلده، لكن أعدل الأقوال كما روي عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنه إذا سافر إلى بلده وأنشأ الحج من بلده سقط الدم، لأنه جعل العمرة سفرا مستقلا والحج سفرا مستقلا. نعم. أما إذا بقي في مكة أو قريب منها فإنه متمتع، عليه هدي شاة يذبحها يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أحرم بالعمرة من أهل مكة من بيته ولم يخرج إلى الحل مستدلا بقول البخاري، هل عمرته صحيحة؟ مستدلا بقول البخاري، ما هو قول البخاري؟ هذا قول لبعض العلماء، لكن الصواب أنه لا. إيش يقول؟ إيش ما حكمه؟ أحرم بالعمرة من أهل مكة. نعم. من بيته. الصواب أنه لا يجوز له أن يحرم من بيته المكي، وإنما يخرج إلى التنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بأخته إلى التنعيم، قال: أخرج بأختك من الحرم فلتحرم. فدل على أن المكي إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج من الحرم إلى الحل إلى التنعيم، أما الحج فإنه يحرم من بيته ولا شيء عليه. الحاج من مكة يحرم من بيته، لكن للعمرة يخرج إلى الحل إلى الحل كما فعل أمر عائشة، لو كان جائزا لقال لها احرمي منه احرمي من الحرم، لأن قال لها: أخي عبد الرحمن أخرج بيتك أخرج بأختك من الحرم فلتحرم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أطلب العلم الشرعي، فهل الأفضل في حقي أن أوفر لأسرتي الكماليات أم أتفرغ لطلب العلم الشرعي وقد وفرت لهم الضروريات من مأكل ومشرب وملبس وما شابهه؟ الأفضل توفر لهم ما يكفي الضروريات، ولكن ويكون هناك سعة في تطلب العلم، ولكن قد يكون هناك سعة توفر لهم ما يحتاجون، لأن توسع لها المطلوب. نعم. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من جدة إذا كان لديه شغل في جدة علما أنه مر بميقاته يلملم؟ إذا مر بالميقات وهو ناوي الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، وليس له أن يحرم من جدة. أما إذا كان ما عنده نية لما مر بالميقات ثم جاء للعمل أو للشغل ثم لما جاء جدة جاءت النية، فلا بأس أن يحرم من جدة. أما إذا كان عنده نية حين مر بالميقات فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات إلى الممر، يحرم إلى الممر. نعم. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس البنطلون للرجال؟ ما حكم لبس البنطلون
للرجال؟ البنطلون كان سابقا كان يعني من لباس الكفار، الآن صار عام، ربنا أنه لا بأس به، بشرط أن يكون فضفاض واسع ما يكون لا ضيق، أصبح الآن من لباس عام، لباس المسلمين وغيرهم. سابقا أول في الأول كان ما يلبسه المسلمون، فلا صار يلبسه المسلمون وغيرهم، لكن ينبغي أن يكون واسع ولا يكون ضيق، ولبس الثوب أولى لأنه كونه يعني فيه جمال أحسن، ولأنه فيه ستر كامل. نعم. أما المرأة هي التي ينبغي أن تلبس البنطلون لأنها من خصائص الرجال. نعم. يقول السائل: هل يجوز لأهل المقتول أن يطلبوا أكثر من الدية؟ هذا اصطلح، يعني اصطلحوا، إذا اصطلحوا لأنه مخيرون، لأنه مخيرون بين القصاص وبين الدية وبين المال، اصطلحوا على مال، اصطلاح، هذا اصطلاح، فإذا اصطلحوا فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يطلبوا يعني فاحشا مالا كثيرا بحيث يحصل مشقة كبيرة، إما أن يقتصه وإما أن يطلب مالا يستطيع دفعه للقتيل، وإما أن يسمحوا مجانا، خيروا بين واحد ثلاثة، إما أن يعفو مجانا أو يطلب مالا أو يقتصه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز وضع اليدين على الكعبة والدعاء؟ على الكعبة والدعاء؟ لا، هذا يعني الملتزم هذا جاء عن ابن عباس وجماعة، وهما بين الركن والباب، يلصق ذراعيه وصدره ويدعو بعد طواف الوداع، هذا استحب بعض العلماء ولم يستحب آخرون. هذا متى يكون؟ بعد طواف الوداع، وأي مكان بين الركن والباب، بين الركن والباب تلصق صدره وذراعيه ويدعو، هذا جاء عن ابن عباس وجماعة ولم يستحبه آخر من أهل العلم. أما ما عدا ذلك يكون هو يتمسح بأستار الكعبة أو يمسح شيئا غير، فهذا غير مشروع، ما يمسح إلا مسح الركن اليماني والحجر الأسود فقط. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام، هل للمعتمر إذا قطع الطواف لعذر أن يعيد الطواف من حيث قطع الطواف أو يعيد الشوط من جديد؟ إذا طال الفصل لابد أن يعيد الطواف، إذا كان لأنه اشترط في الطواف أن تكون الأشواط متوالية، فإذا فصل فاصل طويل فلا بأس، هي قيمة الصلاة أو صلى على الجنازة، هذا فصل يسير إذا كانت الجنازة قريبة فلا بأس، هذا ما يقطع ما يكون قاط. أما إذا طال فصل ذهب يعني مدة مثلا ربع ساعة أو كذا، هذا يعيد الطواف من جديد، لكن قال العلماء إذا بقيمة الصلاة فإنه يصلي ويبني على طوافه، وكذلك لو صلى عجلته وهو في مكانه هذا وقت قصير. نعم. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على الحج بالإنابة إذا كان قصدي منفعة الميت لكن أخذ الأجرة لأتبلغ بها أيام الحج؟ لا بأس، إذا كان الإنسان محتاج قصده ويكون ما قصده المال، إنما قصده أن ينفع أخاه وهو يستفيد أيضا بما زاد على الحج فلا بأس. بالعمرة، هي أخذ على العمرة ولا على الحج؟ الحج يا شيخ. على الحج لا بأس، لا بأس، شرطا لا ما لما قصده المال، هكذا ينبغي الإنسان أن لا يقصد المال وإنما يقصد نفع أخيه ويستفيد هو من في ما يحصل في المشاعر ويستفيد من المال الذي كان محتاج. نعم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته في العدة هل تعتبر طلقة أو هل يجوز للرجل يطلق امرأته وهي معتدة؟ نعم، يعني إذا طلقها
فإنها تعتد، ثم إذا طلقها تكون طلقة ثانية، تكون طلقة ثانية، نعم تستأنف العدة للثانية. نعم. كيف تقص المرأة شعرها إذا كان متدرجا؟ يعني تأخذ من كل جهة من أطراف الشعر، من كل جهة من أطراف الشعر، نعم. أما إذا كان الشعر هكذا فإن تجمعه وتأخذ من أطرافه، نعم. يقول السائل: هل يصح طوافه لو استدبر الكعبة لشرب الماء ثم لا. عاد في الشوط؟ لا، لابد يعيد الجزء الذي استدبر فيه الكعبة، يعيده جاعل الكعبة عن يساره، نعم. هل يجوز السعي في التوسعة الجديدة إذا أمكنه أن يسعى في المسعى الأصلي القديم؟ هذه مسألة فيها كلام يا أخي. نعم. يقول السائل: أنا أرغب في الزواج وقد أقسمت بالقرآن الكريم بأنني لن أتزوج، فهل علي شيء؟ تكفر عن أبيك وتزوج، الحمد لله. الزواج مرغب فيه، مرغوب، ينبغي لك تتزوج، واليمين ما تمنع، عليك أن تكفر عن يمينك وتزوج، والحمد لله. نعم. يقول السائل: تكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، نعم، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم شيخنا السلام الكريم، ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ في خلاف أكثر العلماء على أن العمرة ليس لها طواف وداع، وإنما طواف الوداع الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج لما صاروا ينفرون من كل وجه قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، هذا إنما في الحج، هذا أكثر العلماء. بعض العلماء يرى طواف الوداع للعمرة، لكن أكثر العلماء على الفتوى أن طواف الوداع يكون الحج، نعم. وأما العمرة فيستحب لها طواف الوداع ولا يجب، نعم، فإذا طاف احتياطا حسن، نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، فهل فيه دليل يقوي هذا؟ وهل على من عمل بهذه الفتوى من حرج؟ على كل حال في كلام يعني، وكذلك الأحناف بعضهم قال إذا يجبر بدم، إذا طاف بغير طهارة يذبح شاة، وهذا أشد، كون يتوضأ يعيد أحسن من كون يذبح شاة. قال لا، على كل حال الإنسان عليه الإحتياط. أكثر العلماء وجمهور العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، نعم. يقول السائل: الاطباع يكون في كل عمرة أم يكون في أول عمرة فقط؟ في كل حج وفي كل عمرة. أول طواف يقدم به مكة يطبع، لو حج كل عام يطبع فأول، ولو يعتمر في كل شهر يطبع، أول طواف الطواف الأول، نعم، ليس خاصا بالعمرة الأولى ولا بالحج الأول، نعم. يقول السائل: إذا اعتمرت المرأة ولم تخلع الشراب هل عليها شيء؟ شراب الرجلين لا بأس، الرجلان، لكن شراب اليدين وهم القفازان نعم، هذا يجب عليه خلعهما، فإن لبست القفازين متعمدة عليها الفدية، أو كذلك لبست النقاب والبرقع المخيط على قدر الوجه متعمدة عليها الفدية، نعم. أما الرجلان لا، ليس لا بأس أن تلبس الخفين والشراب في الرجلين، نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي قطعة أرض قمت برهنها مقابل مبلغ، فهل رهني للأرض الزراعية حلال أم حرام؟ لا بأس، يعني اشتريت أرض ورهنتها هذا الرهن سنة، هذا معروف سنة، الله قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة، الرهن يكون في الحضر وفي السفر لا بأس، فإذا رهنت فإن الرهن يبقى، وإذا عجزت عن التسديد ترفع إلى المحكمة، والمحكمة ينظر في الأمر،
فإذا عجز فإنه يباع الرهن ويسدد القيمة والباقي يعود يرجع إليك. نعم، مقصود أنها لا بأس بالرهن. نعم. يقول السائل: هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟ الفوائد بدون يعني بالإيداع، إذا كان إيداع إيداع تودع تأخذ، لا تأخذ عليها فوائد، لا تأخذ إلا رأس المال، لأن الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خذ رأس المال الذي دفعته. نعم. يقول السائل: متى تعتد المرأة؟ هل بمجرد وفاة الزوج أم بعد الدفن إذا كان الدفن تأخر لمدة شهر؟ لا، مجرد بلوغها الخبر، إذا بلغ خبر الوفاة بدأت العدة، تبدأ العدة من حين بلوغها الخبر، متى علمت بوفاته. ليست العبرة بالدفن، العبرة ببلوغ الوفاة. نعم. يقول السائل: رجل لم يصم رمضان العام الماضي. نعم. لمرضه وأطعم عن كل يوم مسكين، ثم شفي من مرضه هذا العام وصام رمضان، هل يلزمه صوم رمضان العام الماضي؟ إن كان مرضه العام الماضي يرجى برؤه فيلزمه، وإن كان المرض الماضي قرر الأطباء بأنه لا يشفى من مرض فلا بأس، لكن ظاهره أن مرضه ما يعني يرجى برؤه، ولذلك شفي هذا العام يكونه يقضيها، ينبغي له أن يقضي ما دام صحيح، يستطيع يقضي صوم رمضان الماضي ولو في الشتاء، ولو في الشتاء يقضيه. نعم. يقول السائل: قدم شخص من المدينة في شوال إلى مكة ولم يأتي بعمرة لأنه متردد في الحج، فإذا حج هل عليه شيء كونه لم يذهب للميقات؟ نعم، إذا حج يجب عليه يرجع للميقات، إذا كان ناوي الحج وهو متردد في الحج ولا متردد في العمرة؟ في الحج. الشيخ يقول: قدم شخص من المدينة في شوال إلى مكة. نعم. ولم يأتي بعمرة لأنه متردد في الحج. نعم. فإذا حج هل عليه شيء لكونه لم يذهب للميقات؟ لا، إذا كان ما نوى الحج ما عليه شيء على الصحيح، أما إذا كان عازم على الحج فيجب عليه أن يحرم من الميقات إما بحج أو بعمرة. نعم. الحائض، يقول السائل: الحائض هل يجوز لها السعي بين الصفا والمروة، وهل المسعى من البيت؟ نعم، الحائض يجوز لها السعي إذا طافت طاهرة، السعي يكون بعد الطواف، ليس لها أن تقدم السعي، فإذا طافت طاهرة ثم نزل عليها الدم لها أن تسعى ولو عليها العادة. نعم. والعلماء قرروا أن السعي ليس من المسجد. نعم. يقول السائل: إذا كنت معتمرا عن شخص آخر وفي أثناء العمرة تحولت نيتي لنفسي نسيانا، إيش؟ إذا كنت معتمرا عن شخص آخر. نعم. وفي أثناء العمرة تحولت نيتي لنفسي نسيانا. ما تتحول، هي باقية لمن اعتمر ثاني، ما دام لبيتها كنت لبيت عمر عن فلان باقية، كون عزبت النية عنك في أثنائها ما يضر، النية عزبت ثم تعود مرة أخرى. نعم. يقول السائل: هل هناك خلاف حول ميقات وادي محرم؟ هو ميقات السيل واحد، هو الوادي هذا طرفه، وادي محرم طرف الوادي، هو وادي واحد. نعم. يقول السائل: هل يشرع للحائض أن تدخل الحرم؟ لا، ما يشرع، بل لا يجوز لها، كيف يشرع؟ لا يجوز، أحرم عليها دخول المسجد الحرام وكذلك الجنوب إلا مرور، يقول: ولا جنوب إلا عابري سبيل.